السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين الدوال الأصلية. نعتبر الدالة F المعرفة على R كالتالي: F لX تساوي، إذا عندنا واحد التعبير ديال F لX. السؤال الأول: حدد الأعداد الحقيقية أو B و C بحيث. إذا نبدأ بالسؤال الأول اللي غادي نحاول نحدد فيه A و B و C. إذا من الطرق اللي يمكن لي نستعمل باش نبسط هذا التعبير، هذا التعبير هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن حدودية على حدودية. إذا أول حاجة غادي ندير هو هاد التعبير هذا نحاول نشرو ونرجعو على شكل حدودية. إذا إكس كاري زائد 4 متطابقة هامة على شكل أ كاري زائد 2 أ بي زائد بي كاري. إذا هي إكس كاري أس 2 زائد 2 في 4 في إكس كاري زائد 4 أس 2. إذن إكس أس 2 الكل أس 2 هي إكس أس 2 في 2 أي 4 زائد 2 في 4 8 إكس كاري زائد 16. إذن دابا غادي ندير القسمة الإقليدية. القسمة الإقليدية شنو هي؟ إلي كان عندي إلا قسمت أ على بي غنلقى واحد الخارج كو وواحد الباقي. أ شنو كتساوي؟ كتساوي لنا بي في كو يعني المقصوب عليه في الخارج زائد داك لوغيس اللي بقى. هو التعبير اللي خصني نلقى. إذا غادي نحاولو نديرو دابا القسمة الإقليدية ديال 5 إكس أس 4 زائد 40 إكس كاري زائد 20 إكس زائد 80 على مدى على إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16. إذا غنقسمو 5 إكس أس 4 على إكس أس 4، 5 إكس أس 4 على إكس أس 4، إذا كتعطينا العدد 5. إذا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب 5 في هاد العدد كاملة. إذا 5 في 16 هي 80، غنكتبها من تحت العدد، العدد من تحت العدد. 5 في 8 إكس كاري، إذا 5 في 8 40، 40 إكس كاري، إذا زائد 40 إكس أس 2. دائما العدد نكتبه من تحت الرتبة اللي كتساوي معاه، يعني الإكس كاري من تحت الإكس كاري. 5 في إكس كاري في إكس أس 4 هي 5 إكس أس 4. إذا ضربنا 5 في هذا التعبير هذا كامل في كل حد. إذا دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير الفرق. 5 إكس أس 4 ناقص 5 إكس أس 4 هي صفر. 40 إكس أس 2 ناقص 40 إكس أس 2 كتعطينا صفر كذلك. 20 إكس ناقص، هنا ما عنديش الإكس، إذا ناقص صفر، إذا هي 20 إكس. 80 ناقص 80 صفر، إذا الباقي تيبقى 20 إكس. ما يمكنش نكمل دابا القسمة الإقليدية حيث ما يمكنش نقسم 20 إكس على إكس أس 4. إذا شنو كيعني هاد الشي؟ هذا كيعني بأن داك إف لي إكس راه شنو كتساوي؟ هاداك التعبير اللي في الباص درت له القسمة الإقليدية اللي قلنا حنا غنقسم أ على بي وتعطيني كو. إذا أ شنو هي؟ هي بي في كو زائد آر، بي في كو زائد آر. إذا هي 5 مضروبة فاش؟ في إكس صغر هادشي في إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16 زائد الباقي. إذا هاد التعبير هذا ضربناه في 5 وغادي نضيفولو الباقي زائد 20 إكس على المقام بطبيعة الحال اللي هو إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16.
دابا غنحاول نفكك. اذا كتكون عندنا A زائد B على C، كيمكن لي نكتبها بشكل A على C زائد B على C. اذا 5 عامل X أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16 على إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16 زائد 20 إكس على المقام اللي هو إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16. إذا هنا غنختزلو بهذا التعبير هذا كامل، يبقى لي 5 زائد 20 إكس على البسط اللي هو إكس أس 4 زائد 8 إكس كاري زائد 16. وبالتالي لقينا A و B و C. إذن C هي 5، إذن C تساوي 5، و B راه هنا ما كاينش، عندنا هنا زائد 0، إذن B هي 0، و A المعامل ديال X هي 20، إذن A كتساوي لنا 20. إذن دابا ندوزو السؤال الموالي اللي هو حدد مجموعة الدوال الأصغر الدالة على F. إذن بطبيعة الحال أنا غنستعمل التعبير اللي لقيت في السؤال الأول. إذن الدالة إلى شاهد التعبير هذا فغنلقاه مكتوب على شكل واحد، يعني يمكن لي نستعمل فيه صيغة الاشتقاق اللي فيها الأس، اللي فيها الأس في البسط أو في المقام، اللي فيها الأس في المقام. إذا اللي فيها الأس في المقام كتكون عندنا أو بريم على أو كاري. الدالة الأصلية ديال هاد التعبير هذا هو ناقص واحد على أو. إذا أنا غنحاول نلقى هاد التعبير هذا أو نكتب الدالة إف على هاد الشكل هذا، خصوصا هاد الجزء هذا. أما 5 راه باين. إذا إف لي إكس تساوي ماذا؟ إلا خدينا أو هو هاد التعبير هذا ودرنا له الاشتقاق، يعني أو إكس كاري زائد 4. إذا لا درنا الاشتقاق شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني جوج إكس. إذا هاديك 20 يمكن لي نكتبها بشكل 10 مضروبة جوج إكس على إكس كاري زائد 4 زائد 5. هاد جوج إكس هادي كنعوضوها بهاد التعبير هذا باش كنلقى الصيغة. إذا هي 10 مضروبة في ماذا؟ مضروبة في إكس كاري زائد 4 بريم، يعني الشقاق على إكس كاري زائد 4 الكل أس 2 زائد 5. دابا غادي ندير الدالة الأصلية. إذا إف لي إكس تساوي ماذا؟ تساوي 10. إذا هاد التعبير هذا قلنا أو بريم، أو بريم على أو كاري. إذا الأصلية ديال هاد التعبير هي واحد على أو أو ناقص واحد على أو. إذا 10 مضروبة في ناقص واحد على ماذا؟ على إكس كاري زائد 4 زائد الدالة الأصلية ديال 5 هي 5 إكس زائد واحد التعبير هكا. وبالتالي إف دو إكس، إذن 10 في ناقص واحد هي ناقص 10 على إكس كاري زائد 4 زائد 5 إكس زائد العدد الثابت ك. الآن السؤال الأخير، حدد الدالة الأصلية إف للدالة إف بحيث. إذا أعطينا الشرط البديهي، إذا ملي كيعطينا الشرط البديهي راه كيمكن لي نحدد الثابتة ك. إذا غادي نعوض، إذا عندنا إف ديال 0، إذا غادي نعوض إكس بصفر، إذا هي ناقص 10 على 0 كاري اللي هي 0، إذا كيبقى 4 زائد 5 في 0 زائد ك. إذا نبسطو الكتابة، إف ديال 0 ناقص 10 على 4، إذا كنختزلو بعدد 2 كيبقى ناقص 5 على 2 زائد 5 في 0 هي 0،
زائد ك. احنا كنعرفو اف ديال الصفر هي 5، وبالتالي ناقص 5 على 2 زائد ك تساوي العدد 5. اذا ك تساوي 5، ناقص 5 على 2 كنديها للطرف الثاني كترجع زائد 5 على 2. نوحدو المقامات، اذا عندنا 5 على 1، المقام 1 هو 2، اذا هي 10 على 2 زائد 5 على 2، وبالتالي هي 15 على 2. اذا الدالة الأصلية التي تحقق الشرط البدئي هي ناقص 10 على إكس كاري زائد 4 زائد 5 إكس زائد 15 على 2.